مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. هلأ اليوم بدي ساوي وجبة البطاطا المسلوقة مع البيض المسلوق. جهزت كم حبة بطاطا، غسلتهم وجهزتهم، وعندي هون 4 بيضات، عندي ربع معلقة فلفل صغيرة، وعندي نص معلقة ملح صغيرة، وأنا فرمت هون بصلتين خضر، وحطيت بصل صغيرة يابسة كمان فرمتها معهم، وعندي هون زيت بلدي. هلا أول شي بدي أخذ البطاطا حطها بالمي وأسلقها، وحط البيض معه، يعني بدي أسلق البطاطا والبيض وبرجع لكم. رجعت لكم حبايبي. هلا أنا بدي أحط البيض والبطاطا، بدي اسلقهم. هن ما بياخدوا معي وقت زيادة لأنه هون البطاطا صغيرة، شايفين أنا نقيتها صغيرة مشان ما تاخد وقت زيادة، حتى البطاطا صغيرة كلها. رح اسلقهم وبرجع لكم حبايبي. هلا استوى البيض واستوت البطاطا وغسلتهم بمي باردة أنا وقشرتهم. هلا بدنا نفرمهم، طبعا فرم عادي، يعني هي كتير سهلة هاي الأكلة، وأكيد حتحكوا بينكم وبين نفسكم إنه ما في داعي لهذا الفيديو إنه الأكلة سهلة، بس أنا لازم أعملكم كل الأكلات وكل الفيديوهات هيك، يعني أنا حابة. بس عن جد هي وجبة كتير كتير طيبة وصحية، أنا كتير بحبها. هلأ هاي يعني سهلة كتير، قطعهم كلهم مع بعض، شايفين؟ هلا خلصنا فرمتهم كلهم، بدي احط الملح نص معلقه، ما بدي كتر، وعندي الفلفل الاسود، عندي هون البصل الخضره مع البصل اليابسه. عن جد كثير كثير طيبه هاي الاكله، انا بحب افطر منها الصبح، عن جد طيبه كثير بحب افطر منها هيك. هلا بدي اسكبهم بالصحن، انا جهزت صحن بالصحن. اكل وجبه مثل ما بيقولوا، سهله بس طيبه وصحيه كتير. حتى اذا عندكم بقدونس فيكم تحطوا لها، بس انا اليوم ما عندي بقدونس. هلا هيك بدي احط لها الزيت البلدي. الله الله شو طيبة، عن جد أنا كتير بحب هاي الأكلة. حطيت لها زيت بلدي. هذا الفيديو لليوم خلاص. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من اللايك والشير، أنا بحبكم كتير. أحلى تحية مني لكم، أنا أم ماهر.